حبايب قلبي جريد 3 ليتس كونتينيو كونكت فور ستارت. السيشن اللي فاتت يا اسطر شطار بدانا يونت 5 ات ذا زو، واخذنا انيمالز ام بيردز، باندا، لاين، اليفنت، جيراف، هيبو، بينجوين، انيمالز، زو، سكين. اهم حاجه عندي في الليسن اللي فات ان انا ابقى فاكر اللي انا هقوله ده. هفكركم باهم حاجتين بيجوا في الامتحانات على طول، هما ان عندنا في اسلوب اقتراح، اول واحد اسمه لاتس، وقلنا لاتس لازم يجي بعدها انفينيتيف، فعل في المصدر. ده اول اسلوب اقتراح، وقلنا مثلا لو هنقترح هيا نذهب الى السينما هنقول let's go to the cinema، هيا نزور المتحف let's visit the museum، هيا نشاهد الافيال let's watch the penguins، let's watch the penguins. يبقى دي let's لازم يجي بعدها infinitive، فعل في المصدر. اما الاسلوب الثاني للاقتراح كان how about، وده سؤال اخره question mark، و how about بيجي بعدها verb plus ing. يبقى انا هنا لو قلت بالطريقة دي ما رأيك في الذهاب الى السينما، هقول how about go ولا how about going؟ how about going to the cinema؟ لما اقترح الذهاب زيارة المتحف هقول how about visit ولا how about visiting؟ visiting the museum، وقلنا how about ده سؤال فاخره question mark، لكن let's اخرها full stop. how about watching the elephants؟ how about watching the elephants؟ حلو الكلام. today we're gonna study and you listen، هندرس درس جديد بقى عن habitats. habitats دي اللي هي مواطن السكن اللي بتعيش فيها الحيوانات، animals habitats. sea lake bamboo forest grasslands grass, turn right, turn left, big, gray, long neck. طيب افتكروا معايا كده يا شباب، يلا بينا نعمل شويه اسئله. لما اجي اقول ماذا، هسال الاول اقول اين يعيش الفيل، فاقول اين يعيش الفيل ازاي؟ قولي لي يا فريد. طيب انا هقول اين يعيش الفيل، لو هو فيل واحد هقول where does an elephant live. دي معناها أين يعيش الفيل. وهنقول أين تعيش الأفيال، يبقى where do
The elephants live. Where do the elephants live? طب عايزين نقول ماذا يأكل الفيل؟ امسك قلمك يلا واكتب معايا. ماذا يأكل الفيل؟ What does an elephant eat? What does an elephant eat? لكن لما نقول ماذا تأكل الأفيال هنقول What do elephants eat? What do elephants eat? يبقى أنا كده يا شباب عرفت إن في طريقة للسؤال عن المفرد وطريقة للسؤال عن الجمع. يلا نجاوب بقى على الأسئلة دي. هنا قال لي إيه بقى يا حبايب؟ أول سؤال كان Where does an elephant live؟ بنجاوب عليه يا إما هقول أيوة طيب إحنا سألنا سؤال في الأول يا شباب وقلنا Where does an elephant live؟ أين يعيش الفيل؟ وقلنا نجاوب نقول An elephant lives in grasslands أو It lives in grasslands. لكن في الجمع هنقول Where do the elephants live؟ جاوب نقول The elephants live in grasslands أو They live in grasslands. طب يلا نسأل ماذا يأكل الفيل؟ What does an elephant eat? طب ماذا تأكل الأفيال? What do elephants eat? لما نيجي نجاوب على What does an elephant eat? هنقول It eats bamboo. It eats grass. لكن في الجمع هنقول They eat grass. طب يلا نسأل أين يعيش الأسد? هنقول في الأراضي العشبية. يبقى Where does a lion live? هنقول it live ولا lives؟ It lives. It lives. Lives in the grasslands. Lives in the grass. لكن لما نسأل نقول where do lions live؟ نجاوب نقول live. يلا نقول ماذا يأكل الأسد؟ It What does a lion eat? طب ماذا تأكل الأسود؟ At night. خلي بالك هنقول إيه؟ What do the lions eat? What do the lions eat? طب يلا نجاوب طبعا بياكلوا لحمة. يبقى هنا لما اقول what does a lion eat اجاوب اقول زي ده it eats meat. لما اقول what do the lions eat هنا اقول they eat. كل ما يقفل المايك فريدة لو سمحتي افتح المايك انت بس وقولي لي اين تعيش الزرافة. انا مش بسألك هي بتعيش فين، انا عايزك تسألي تقولي اين تعيش الزرافة. Where does a giraffe live? Where does a giraffe live? طب عايزين نقول أين تعيش الزرافات؟ قولي giraffes. Where do the giraffes live? حلو. طب قولي لي ماذا تأكل الزرافة؟ What does the giraffe What does a giraffe eat? طب قولي لي ماذا تأكل الزرافات؟ Does a crab eat? مين اللي بيجاوب في دور زميلته ده؟ لو سمحت ما تفتحش المايك في دور زميلتك. What do the giraffes
What do the giraffes eat? eat؟ طب يلا بينا هتجاوبي لي بقى خديجة. يا فريدة أنا آسف. Where does a giraffe live؟ هي بتعيش في الgrasslands، فهتقولي إيه؟ It lives in the grassland. It lives in the grasslands. طب هنا It where lives. do the giraffes live؟ They live in the grassland. Bro, they In live the in the grasslands. طيب قولي لي هي بتاكل بقى ايه؟ بتاكل leaves and plants، ورق الشجر والنباتات. What does a giraffe eat؟ It eats It eats plants and leaves. leaves and plants او plants Plants. and leaves. طب قولي لي بقى what do the giraffes eat؟ They eat leaves and plants. Bro, they eat leaves and plants. يبقى في ثلاث حيوانات كده بيعيشوا في الgrasslands، في المراعي او الاراضي العشبيه، اللي هم elephant ولاين وجيراف. نروح بقى لمحمد عماره عشان هيسال لنا، يقول لنا ثانك يو فريده. محمد عماره هيقول لنا اين تعيش الباندا؟ Where do the panda لا live? وير Where داز، does انا the بسال عن panda باندا واحده، يبقى وير داز باندا ليف. طب عايز اقول اين تعيش البندات الجمع، ما بتكتبيش ليه يا راض؟ Where do the pandas live? وير دو ذا باندز ليف، وانت عايشه ما بتكتبيش ليه؟ وير دو ذا باندز ليف. قولي لي ماذا تأكل قول لي ماذا تأكل الباندا؟ What do pandas مش احنا اتفقنا الواحدة هنقول does؟ What does the panda eat? What does a panda eat؟ طب الجمع؟ What do the pandas eat? What do the pandas eat؟ يلا بينا نجاوب يا محمد على أسئلتك. What does a panda, where does a panda live؟ بتعيش في بامبو فورست، في غابة الخيزران. يبقى what, where does a panda live؟ It lives in the bamboo forest. It lives in the bamboo forest. ما نقولش بامبو، نقول بامبو. It lives in the bamboo forest. It lives in the bamboo forest. طب هنا where do the pandas live؟ They live in the bamboo forest. They live in the bamboo forest. They live in the bamboo forest. طيب بتاكل ايه؟ بتاكل بامبو. What does a panda eat؟ It eats bamboo. It eats bamboo. طب what do the pandas eat؟ They eat bamboo. They eat bamboo. طيب جميل قوي. رهف تعرفي تسألي لي تقولي لي البطريق اسمه ايه؟ ثانك يو محمد عمار. البطريق اسمه ايه يا رهف؟ افتح المايك عرفتي قولي لي البطريق اسمه ايه؟ Penguin. طب عايزين نقول اين يعيش البنجوين، نقول ايه؟ Where does penguin lie? Live. Where does a penguin live؟ طب عايزين نسأل الجمع البطاريق بتعيش فين؟ Do penguins live? Live. Where do the penguins live؟ طب عايزين نقول يا رهف ماذا تأكل، ماذا يأكل البطريق؟
What does a penguin eat? طب في الجمع ماذا تأكل البطاريق؟ What do penguins eat? What do the penguins eat? Thank you, Rahaf. اكتبي بقى يا رهوف. دكتور بودي، جاوب لي يا بودي، where does a penguin live؟ هنقول ان هو بيعيش next to the sea. Where does a penguin live؟ عبد الرحمن. It live in the sea. Next to the sea. Next to the sea. طب where do the penguins live? They live next to the sea. They live next to the sea. Thank you. يا حودة، محمود مصطفى، what does a penguin eat؟ هتقولي انه بياكل سمك. Fish. It eats fish. طب what do the penguins eat؟ لما سألنا حود عن بنجوين واحد جاوبنا قلنا it eats fish، لكن لما نسأل عن بنجوينز جمع هنجاوب نقول ايه يا حبيبي؟ They eat fish. مية مية كده، حلوة قوي. طيب يلا بينا يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله. يلا صديقي اسأل لي يا دكتور عبد الله، هتقول لي أين يعيش فرس النهر؟ Where does live the hippo? Where does a hippo live? Where does a hippo live? طب قل لي أين تعيش أفراس النهر؟ where does دو يا حبيبي عشان جمع. ما انا قلت يا مستر وير دو قلت وير داز يا حبيبي، احنا هنا في الجمع وير دو ذا هيبوز ليف. قل لي ماذا ياكل فرس النهر؟ ها طب قول يا محمد يا سيف، ماذا ياكل فرس النهر؟ What does hippo eat? What does the hippo eat? طب ماذا تأكل أفراس النهر؟ What do the hippos eat? Yes، يبقى هنا What does a hippo eat؟ وهنا What do the hippos eat؟ طبعا بياكلوا grass. بيعيشوا الأول فين؟ In lakes and rivers أو in rivers and lakes. يا حمزة where does a hippo live؟ هتقول لي بيعيش في rivers and lakes. نعم. Where does a hippo live؟ بيعيش فين؟ هتقول لي إن هو بيعيش في البحيرات والأنهار in rivers and lakes. It lives in lakes and rivers. Rivers and lakes أو lakes and rivers ما فيش مشكلة. طب where do the hippos live؟ They live in rivers and lakes. 10/10. بياكلوا grass.
يبقى لما اسالك اقول لك what does a hippo eat؟ It eats It eats grass. Grass. طب what do hippos eat؟ They eat grass. 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 امال كنت بتلطش على وشك ليه يا عم؟ ما انت شاطر اهو. ده انا قلت مش هيعرف يقول حاجه لما عمل كده. انت شاطر يا حمزه، برافو عليك يا حبيبي. طيب يلا بينا، احنا قلنا كده الفيل، وقلنا الاسد، وقلنا الزرافه، وقلنا البنجوين، وقلنا هيبو. ناقص حد؟ قلناهم كلهم. أنا بس انت حيوان نسيناك. خلصنا ما الحيوانات يا جماعة، تعالوا بقى نتعلم ازاي نكتب باراجراف بيردز عن كل واحد من الانيمالز اللي علينا دول. اول واحد خلي بالكو، انا بعت لكم الورق ده فاضي على الجروب عشان هيبقى عليكم هوم ورك. ها، كل واحد فينا يتعلم يكتب باراجراف عن الانيمال، الحيوان اللي قدامه. خلي بابا يطبعه لك، ركز يا بودي معايا، هتخلي بابا يطبع لك الورق الفاضي ده ماشي، وانت تاخده تكتب عليه باراجراف عن كل انيمال ازاي. ماشي طيب انا كتبت يلا على نشوف كل مع انمي. بعض. اول حاجه نعملها لما نيجي نكتب باراجراف عن انيمال، اول حاجه اهو قدامنا هيبو، عايزين نقول ان هيبو ده حيوان كبير، فهنقول هيبو is a large animal. the hippo is a large animal. يبقى وصفناه ان هو حيوان كبير. It's more than 3 meters long. طوله أكتر من 3 متر. لازم نقول الحيوان ده بيعيش فين؟ وبياكل إيه؟ ولونه إيه؟ وعنده كام رجل؟ ودانه كبيرة ولا صغيرة؟ يبقى دي أوصاف لازم نقولها، شكله إيه؟ بياكل إيه؟ بيعيش فين؟ تمام؟ عنده 4 رجول ولا رجلين؟ فهنا قلنا ان هو كبير اهو، وقلنا it's more than 3 meters long. It lives in lakes and rivers. قلنا المكان اللي بيعيش فيه. بياكل ايه؟ It eats grass. لونه ايه؟ It's gray. How many legs does it have? It has 4 legs. It has a big mouth. يبقى كده اتكلمنا عن مين؟ هيبو. يلا خش على اللي بعديها، باندا. هنقول بقى أول حاجة نقولها إن الحيوان ده هو المفضل عندي. The panda is my favorite animal. بتعيش فين؟ Where does the panda live؟ يا حودة لازم نقول بتعيش فين؟ بتاكل إيه؟ شكلها لونها إيه؟ رجليها كام رجل؟ عندها حاجة مميزة ودان كبيرة، بق كبير كده. يبقى The panda is my favorite animal. It lives in bamboo forests. يعني بتعيش في غابات الخيزران. It eats bamboo. بتاكل البامبو نفسه اللي هو الخيزران. It's black and white. ده لونها. It can walk and run. بتقدر تمشي وتجري on all four legs. على الأربع أرجل كاملة. It can also climb trees. كمان بتقدر تتسلق الأشجار. It's very cute. شكلها كيوت قوي. نروح لمين؟ لفلافيلو. The elephant is my favorite animal. Where does it live? بيعيش فين؟ It lives in grasslands. بياكل ايه؟ It eats grass. It's big. It has big ears. عنده ودان كبيرة. It's gray. لونه رمادي. It has 4 legs. عنده 4 أرجل. Children. هننهي الجمل كلها بالجملة دي بقى. Children الأطفال like watching the elephants at the zoo.
بيحبوا مشاهدة الأفيال في حديقة الحيوان. تروح بعد كده لمين؟ جراف. تعالوا هنقول إيه عن جراف؟ ريناد هتقول لنا. هنكتب إيه عن جراف يا ريناد؟ قولي ده جراف. The giraffe is my favorite animal. It's very tall. It has a long neck. It eats leaves and plants. It lives in the grassland. It has four long legs. ممكن نقول it does. نتعلم هنا نقول it does. It has four long legs. Children like watching the giraffe at the zoo. جميل قوي. يبقى رينات قالت لنا على جيرافس. اسلام هيقول لنا على لاين. اتفضل يا اسلام قول لنا هنكتب ايه عن لاين. The lines is very strong. قولي الجمل من اولها يا اسلام. The lion is my favorite animal. It's very strong. هو قوي جدا. Land. It eats meat. It says. قول إيداز. It has four legs. It's called the king of the forest. It's called Children. The king of the forest. يعني يسمى ملك الغابة. Children like watching the lions at the zoo. الأطفال بيحبوا مشاهدة الأسود at the zoo في حديقة الحيوان. محمد باشا هيقول لنا عن penguin. What's your favorite animal? محمد, what's your favorite animal? My favorite animal is a penguin. What color is it? It's black and white. Where does it live? It lives next to the sea. What does it eat? It eats fish. It's fish. Describe the penguin. It's very cute. Huh? Children like watching the penguins at the zoo. برافو عليك. يبقى ده penguin. ودلوقتي هسأل أحمد عمرو. What's your favorite animal؟ هتقول لي my favorite animal is the hippo. أحمد عمرو. طيب ما بيردش. اتفضل يا سيف. Yes. What's your favorite animal? My favorite animal is the hippo. Describe the hippo. The hippo is a large animal. How long is it? It's more than 3 meters long. Where does it live? It lives in rivers and lakes. What does it eat? It eats grass. It eats grass. What color is it? It's gray. How many legs does it have? It has four legs. How many mouths does it have? It has a big mouth. Thank you so much. Hamza, what's your favorite animal? The panda is my favorite animal. Where does panda live? It lives in bamboo forests. What does the panda eat? It eats bamboo. What color is the panda? It's black and white. How can it walk and run?
It can walk and run on all four legs. What can it also do? It can also plant trees. It's very cute. Bravo عليك, thank you. Abdullah, what's your favorite animal? My favorite animal is the elephant. The elephant. The elephant. Oh. Where does the elephant live? It lives in grasslands. What does the elephant eat? It eats grass. Huh? قول كمان ايه؟ It's big. ها؟ It does? It has big ears. It has gray. It's gray. It has four legs. Children like watching the elephants at the zoo. برافو عليك. Excellent. محمد هيثم. What's your favorite animal? محمود انت اللي بعده, خلي بالك. يلا محمد. My favorite animal is giraffe. ايوه حبيبي الجراف. What's your favorite animal? My favorite animal is giraffe. Describe the giraffe. It's very tall. It is? The giraffe is very tall. اقرا اللي قدامك يا حبيب قلبي. It has a long neck. It eats leaves and plants. Where does it live? It lives in the grassland. How many legs does it have? It has four long legs. Huh? Children like watching the giraffes at the zoo. Bravo عليك, thank you. يلا حبيبي, what's your favorite animal, Yehuda? The lion is my favorite animal. Describe the lion. It's very strong. قوي جدا. Where does it live? Strong. It's very strong. It lives in the grasslands. What does it eat? It eats meat. How many legs does it have? It has four legs. What is it called? It's called the king of the forest. Children like watching lions at the zoo. برافو عليك, بس قول lions, ما تقولش lions, قول lions, lions. جميل, thank you. بودي عبد الرحمن, what's your favorite animal? يلا بودي. بودي مصدر حضرتك. My favorite animal is the penguin. It's black and white. It lives next to the sea. It eats fish. It's very cute. Children like watching the penguins at the zoo. Bravo, excellent. Thank you. تعالوا بقى هنا يا شباب نحل ونقول number one مع محمد عمور. يلا بينا محمد, اتفضل قول لي يا صديقي number one. المايك مفتوح لكل الناس. Where does a hippo live?
in the lake. In the lake. قولي اللي بعدها كمان. How about going to the lions? Good idea. How about going to the lions? إيه رأيكم نروح نشوف الأسود؟ Good idea. فكرة جميلة. برافو عليك. محمد قول لي يا محمد Where are the pandas? They are on the right. طب قول لي اللي بعديها صديقي Where does an elephant live? In grasslands. شاطر قوي برافو عليك. عائشة Animals are interesting. الحيوانات مدهشة. The elephant lives in grasslands. It is big and gray. The giraffe has a long neck. The panda lives in bamboo forests. The penguin is little, يعني صغير, and lives next to the sea. The lion is very strong and lives in grasslands. قولي لي يا عائشة, the elephant is big and It's gray. قولي التانية, the giraffe has a long head. Long neck. رقبة طويلة مش دماغ طويلة. قولي يا فريدة, where does the panda live? The panda lives in bamboo forest. برافو. هقول the panda lives أو it lives in bamboo forests. قولي اللي بعديها دكتورة فريدة, where does the lion live? The lion lives. The lion lives أو it lives? In grasslands. In grasslands. برافو عليكي. رهف, the penguin lives next to the penguin يا رهف lives next to the ايه يا حبيبي sea sea قولي اللي بعديها كمان the giraffe lives in grasslands grasslands ما نقولش landes نقول grasslands احمد عمر The hippo lives in grass lakes. بيعيش في البحيرات. اللي بعديها يا أحمد قول لي the panda lives in trees. Bamboo forests. سيف. رتب يا سيف. رتب يا سيف طب سيف عنده مشكلة قول يا محمد هيثم The elephant lives in اوكي رناد رتبي الثانية يا رناد يا حب رناد Where does a hippo live? Where does a hippo live? حمزة This animals live in bamboo forests. This animal, هذا الحيوان lives in bamboo forests. وهنكتب paragraph بقى عن أو هنكتب باندا وعن الصور دي أشوف في الهومر. وفي البوكلت هيبقى عليكم هومورك يا شباب
من أول page 134-135. This is the end of our session tonight. Thank you. Have a nice time. And goodbye. Bye. Goodbye, everyone. هبعت لكم بقى يا شباب الحاجات فاضية وانتوا اكتبوا فيها الباراجرافز. Goodbye. Goodbye.